في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة، عقد قطاع الحماية المجتمعية عددا من الندوات الدينية والتثقيفية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف تقويم سلوكياتهم وتصحيح المفاهيم والأفكار لديهم لتأهيلهم والاندماج في المجتمع من جديد. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منذ إنشائها وهي نماذج فريدة تعبر عن التطوير الذي تشهده منظومة السياسة العقابية بمراعاتها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وفي مقدمتها تصحيح سلوكيات النزلاء من خلال الندوات الدينية والثقافية. في هذا الإطار عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددا من الندوات الدينية والثقافية والاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لشرح المفاهيم الدينية وغرس القيم الأخلاقية والدينية الصحيحة. لله أسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فحياتك ممكن تقول لنا كيف التسبيح بأسماء الله الحسنى؟ الذكر بأسماء الله الحسنى ورد عن الصحابة لما سيدنا بلال اتحط الطوبة على بطنه كان بيقول أحد أحد، فالعلماء قالوا نذكر بأسماء الله زي الله، ده اسم من أسماء الله، يا لطيف يا رحيم. مهم جدا ان احنا نصلح افكارهم بحيث يخرجوا للمجتمع بعد كده بافكار سليمه تؤدي لسلوكيات سليمه، افكارهم عن نفسهم، صورته قدام نفسه انه حتى لو اخطا فهو انسان مش مجرم، يقدر يكمل حياته انسان نافع للمجتمع. احنا الصراحه تعلمنا كتير، حتى في المحاضره اللي قبليها تعلمنا، يعني انا لما يكون عندي مشكله كبيره ببقى خلاص مكتئبه ومش عارفه اخرج منها، لكن اتعلمت ان انا اخرج بره المشكله واحلها. استفدنا النهارده في الندوه بشكل عام لكل شيء في حياتنا، مش للوقت اللي احنا فيه هنا، لا لكل شيء في حياتنا ولاخواتنا وللناس اللي مجاورين بينا وكل حد معانا. هتتغير ومن بكره معاك اجمل، ومصر مش هتتاخر. تنشر هذه الندوات الطاقة الإيجابية بين النزلاء من خلال قدرة المحاضرين الذين تم انتقاؤهم بعناية، ومتخصصين في تحليل السلوكيات النفسية في فهم طبيعة النزلاء وإعطائهم الدفع المعنوية للارتقاء بثقافاتهم وسلوكياتهم، ما يمهد الطريق أمامهم للاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم. أنا عايز أعرف نظرة المجتمع ليا برا كست كانت محبوسة برضو. لازم تستمدي قيمتك من نفسك، أنا راضي عن نفسي، أنا بدأت أتغير، أنا بدأت أطور من مهاراتي، الناس هتصدقك. الندوة النهاردة كانت بتتناول موضوع مهم جدا على ثلاث محاور، ماذا بعد؟ إزاي أعيد اكتشاف ذاتي واكتشاف قدراتي؟ إزاي أستثمر الطاقات المتاحة لي أو الخدمات اللي بتقدم لي على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني أو على المستوى الاجتماعي؟ أنا قد إيه إحنا بنحتاج للجلسات دي وبنحتاج للمحاضرات دي، بنستفيد منها طبعا وبنخرج منها بأسئلتنا اللي إحنا أحيانا ما بنلاقيش إجابة ليها. إحنا بقينا ناس مختلفة تماما، حياتنا الحياة الكريمة اللي بيتكلم عليها الرئيس هي بالخارج، وأصبحت دلوقتي كمان بداخل المراكز. تسلط هذه الندوات الضوء على الحالة النفسية والفكرية للنزلاء وكيفية التعامل فيما بينهم وسبل الاستمرار في حياتهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لقضاء العقوبة، من خلال الاستفادة من نظم التأهيل والإصلاح التي يتم تطبيقها والتي تراعي كافة المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان والبرامج التأهيلية والإصلاحية والتعليمية المتطورة التي يتم تطبيقها. بنتكلم عن التأهيل الاجتماعي للنزلاء وإزاي إن المجتمع بيتقبلهم وإزاي إن الدولة واقفة معاهم وبتوفر لهم كافة وسائل الحماية، سواء كان تمكين اجتماعي أو تمكين اقتصادي. وأتمنى أن يكون في ندوات من دي أكتر، يعني إن احنا نستفيد منها، نقول فيها رأينا، نسأل عن الحاجة اللي شغلانا، نلاقي حد أهل علم إن احنا نسأله في النقط دي، يعني نطلع منها إن احنا مستفيدين من حاجات كتير نعرف نتعامل فيها بالمجتمع، والغلطات بتاعتنا اللي احنا غلطناها دي ما نغلطهاش تاني. منظومة إصلاحية حديثة متكاملة تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، تراعي فيها الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للنزلاء، وتسهم في تقويم السلوكيات وإسقال المهارات
ما يجعلهم مؤهلين للاندماج في المجتمع فور الإفراج عنهم لبداية حياة جديدة. مستحيل في يوم ترفض حياة أفضل. هذه الندوات الثقافية التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لنزلاء هذه المراكز هي ترجمة واقعية لرؤية متطورة للسياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية والتي تعتمد على تقويم سلوكيات النزلاء وأفكارهم لسرعة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.